وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، بعد التحية، ما هي التفاصيل لديك بعد ما أعلنت أيضا وكالة الأنباء الأردنية عن هزة أرضية ضربت الأردن؟ نعم، بعد التحية، فعلا قبل قليل أعلنت يعني مرصد الزلازل بأن هناك هزة أرضية بمقياس 5.4 ريختر ضرب سوريا وشعر به سكان الأردن. هذا الزلزال كان على عمق 10 كيلومتر، يبعد عن العاصمة عمان ما يقارب 350 كيلومترا، ولكن كان هناك فعلا شعور بهذا الزلزال في بعض المدن والمناطق. المناطق الأكثر التي شعرت به هي مناطق الشمال، في مناطق الرمثة وإربد. تحدث أهل المنطقة يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بهزة أرضية لم تكن يعني لمدة طويلة، ولكن فعلا كان هناك شعور بهذه الهزة. لم يتم الإعلان عن أي أضرار مادية أو بشرية، ولكن هناك أيضا توقعات يعني ترقب إن كان هناك تبعات لهذا الزلزال أو حتى معرفة أسبابه. ولكن التفصيل الأولي لمرصد الزلازل بأن هذا الزلزال فعلا كان يعني موقعه حماة في سوريا وشعر به أهل الأردن. حتى اللحظة لا نعلم ما الأسباب، ولكن فعلا كان هناك شعور من أهل الأردن في بعض المناطق لهذا الهزة أو هذا الزلزال، ولكن حتى اللحظة لم يتم إصدار أي بيانات إن كان فعلا هناك أي أضرار فعلا يعني شعر به سكان الأردن، وهو الآن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي يتم الحديث عن هذه الهزة الأرضية. ولكن الشعور الأكثر بهذه الهزة كان في مناطق الشمال. نعم آية، هل هناك يعني أي ارتدادات متوقعة؟ هل هناك أي تحذيرات صدرت عن مركز الزلازل أو عن الحكومة الأردنية؟ حتى اللحظة لم يتم إصدار أي بيانات، ولكن فعلا هناك يعني بعض القرارات التي تحدث عنها بعض يعني مسؤولي أو خبراء الجيولوجيا في الأردن بأنه من المتوقع أن يكون هناك ارتدادات لهذه الهزة، خاصة بأنها 5.4، فبالتالي هي هزة قوية نوعا ما، من الممكن أن يشعر بها أكثر سكان مناطق الرمثة وإربد في شمال الأردن. هناك توقعات فعلا من وجود ارتدادات لهذه الهزة، ولكن يعني يوجد ترقب فعلا. هناك تنبيهات بالابتعاد عن المناطق التي ترتفع بها البنايات وعدم التجمهر في عدة مناطق، خاصة بأنه فعلا يعني إحنا حاليا في وضع نستطيع القول عنه ترقب للعديد من الأصعدة، فبالتالي هناك العديد من يعني التحذيرات التي تصدر. ولكن حتى اللحظة يعني مرصد الزلازل لم يذكر أي أسباب حول هذه الهزة الأرضية، أو إن كان فعلا سيكون هناك ترددات، ولكن فعلا بحسب علماء الجيولوجيا في الأردن الخبراء قالوا من الممكن أن يكون هناك فعلا ترددات، خاصة بأنها كانت يعني بارتفاع شديد لهذه الهزة. نعم نعم آية، لم يشعر بها أهل عمان إذن؟ هي اقتصرت فقط على المحافظات الشمالية من الأردن؟ على الأغلب هي فعلا دام شعر بها أهل الشمال، خاصة بأنك تعلمين جغرافيا المناطق الأقرب إلى سوريا هي مناطق الشمال. فنحن لاحظنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن أغلب من تحدثوا عن شعورهم بهذه الهزة كان في مناطق الرمثة وإربد، هم من شعروا بهذه الهزة، ولكن الأكثر شعورا كانت منطقة الرمثة، خاصة بأنها قريبة جدا من الحدود الأردنية السورية، وغالبا هذه المنطقة فعلا ما تحدث بها زلازل أو هزات أرضية خفيفة، خاصة بأننا نعلم خلال السنوات الماضية كان هناك فعلا عدة زلازل ضربت سوريا، وفعلا كان هناك ارتدادات لها وصلت إلى الأراضي الأردنية. بالأغلب كان الشعور في مناطق الشمال، خاصة في منطقة الرمثة، ولكن يعني حتى اللحظة لا نتوقع بوجود أي خسائر مادية أو بشرية، خاصة بأن الهزة كانت نوعا ما يعني خفيفة، لم تصل إلى الأردن بشعور قوي جدا، ولكن الحديث يقول بأنه من الممكن أن تكون هناك فعلا ارتدادات خلال الساعات المقبلة. نعم نعم، يعني من المعروف أن الأردن ليس من الدول التي يعني تعد مركز للزلازل، ولكن معظم الهزات الأرضية التي شعرت أو يشعر بها أهالي الأردن هي ارتدادات لبعض الزلازل في سوريا. إذا ما تحدثنا عن يعني هذه الهزة الأرضية أو الزلزال الذي وصل إلى الأردن، هل يعد من يعني الزلازل القوية، من الهزات الأرضية القوية التي ضربت الأردن؟
حقيقة دام يعني بعد الزلزال الذي حدث في العام الماضي، إذا لم يخبني الظن في فبراير العام الماضي الذي كان في تركيا وسوريا، كان هناك ارتدادات لهذا الزلزال في الأردن، شعر به فعلا أهل الأردن وحتى وصل إلى عمان، كان هناك بعض الهزات الخفيفة التي وصلت إلى عمان في ذلك الوقت، لذلك هناك تاريخ من هذه الهزات. بالتالي نحن لا نعلم خلال الساعات المقبلة إن كان سيكون هناك يعني ارتدادات قوية، ولكن بسبب ما حدث مسبقا من زلازل مدمرة في منطقة تركيا وسوريا، فهناك دائما تحذيرات تأتي إلى الأردن من أجل توخي الحذر، خاصة بأنه بحسب الصفيحة الأرضية هناك قرب ما بين الأردن وسوريا، فبالتالي دائما تأتي التنبيهات بالأخص لمناطق الشمال أو المحافظات الشمالية لأنها الأكثر عرضة للشعور بهذه الهزات الأرضية، خاصة بأنه مسبقا يعني هذه الهزات للأسف يعني التي حدثت في سوريا كان جاء جراؤها يعني العديد من الضحايا والجرحى، بالتالي دائما تأتي تنبيهات خاصة بأنه هذا الزلزال الذي حدث يعني قبل قليل أو في الساعة تماما كما ذكرت يعني هيئة زلازل بأنه كان في الساعة 11:55، فلا نعلم إن كان الارتداد سيكون يعني خلال الساعات المقبلة أو الدقائق المقبلة، ولكن هناك فعلا تحذيرات من أجل يعني الترقب إن كان فعلا سيحدث أي هزات أخرى في الأردن. نعم نعم يعني بس أخيرا آية، هل هناك يعني حالة من الذعر، هل أصابت لربما أهالي العاصمة عمان أم أن يعني اقتصرت على أهالي محافظات الشمال؟ هل خرج الأهالي إلى الشوارع؟ بحسب ما يعني وجدنا على وسائل التواصل الاجتماعي هناك فعلا اتصالات جرت مع العديد من يعني المناطق إن كان هناك فعلا شعور بهذه الهزة، ولكن من شعر بها بالأكثر هم أهل الشمال، لم يتم الحديث حول خروجهم من المنازل، خاصة لأنه للأسف أهل الشمال اعتادوا على هذه الهزات الأرضية الآتية من سوريا، ولكن كما قلت لك بسبب بأنها فعلا هزة كانت قوية نوعا ما يعني خاصة بأنها الأولى منذ ما يقارب العام، فبالتالي يعني هناك ترقب وخوف، ولكن لم يحدث أي يعني تجمهر أو لم يحدث أي خروج من المنازل، ولكن ما لاحظناه بأنه هناك ترقب أو خوف إن كان سيكون هناك في الساعات المقبلة أي ارتدادات لهذه الهزة. نعم أشكرك كل الشكر آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من عمان.